مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 22 للأحد 28 نوفمبر تشرين الثاني؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع أسبوع مهم، لازم تعرفوا أنه الشمس بطلت موجودة برج العقرب الصديق لألكم، بطلت بمثلث مع برجكم، رح تنتقل يوم الاثنين 22 نوفمبر تشرين الثاني صباحاً، تحديدا هو فجرا 4:30 فجرا توقيت بيروت الشتوي، تنتقل لبرج القوس يلي هو اعلى نقطة عندكم دائرة الفلكية، ورح تستمر لشهر شهر كانون الاول بمربع. بيحمل هالمربع اهمية كبيرة وحكي عن تأثيراته في البرج الشهري، يعني بتروحوا لشهر نوفمبر وبتسمعوا برجكم الشهري مجددا حتى تتذكروا وتعرفوا شو معنى وجود الشمس ببرج القوس. ما رح احكي هلا تما ضيع الوقت. الاثنين الثلاثة والاربعة 22 23 و 24 نوفمبر تشرين الثاني القمر موجود ببرج السرطان. هذا موقع جيد جدا لكم، موقع ايجابي، موقع بيساعد، وموقع بيحسن نفسيتكم، بيحسن يمكن قديش انتم راغبين انه تتحسن الامور عندكم، ويمكن حتى بيحملكم اجمل، بصراحه هي اجمل فتره لكم هذا الاسبوع. هي الفتره اللي بتحمل نجاح، اللي بتحمل نجوميه، واللي بتحمل اهم الاجوبه والنتائج اللي بدكم اياها. كتروا شغلكم هالثلاث ايام لانكم ترتاحوا كثير، تفرحوا كثير، ويمكن حتى توصلوا الى اعلى المراتب. هالقد مهمين. الاربعاء 6 المساء توقيت بيروت الشتوي، القمر بيروح لبرج الاسد الناري يلي هو بيت العمل عندكم، بيستمر كل الخميس وكل الجمعة. هون لازم تعرفوا مواليد برج الحوت انه الفترة يلي هلأ دخلتوها من الاربعاء الساعة 6 المساء توقيت بيروت هي فترة متعبة، فترة متعبة، بدكم تشتغلوا من كل قلبكم، بدكم تحضروا شغلكم من كل قلبكم. الأجواء فيها تزبط، مش بالضرورة تكون غلط، لكن فترة متعبة، فترة طويلة متعبة. ونصيحة، ما تتركوا شيء للسبت والأحد. إذا في اتصال بدكم تقوموا فيه اتصلوا، ومن المستحسن تقوموا بكل هالأعمال 2 3 والأربعة صباحا، هيك بتوفروا حالكم شكوك أو هم، تزبط ما بتزبط. 2 3 والأربعة بيضل نوعية الوقت أفضل من الخميس والجمعة. انتبهوا لصحتكم، بعدوا على المشاكل، نظموا وقتكم، أفضلية أعطوها للأولوية، يعني عندكم شيء كتير مهم اشتغلون وخلصون على بكير. نمس تحسن 2 3 والأربعة، وإلا ماشي الحال الخميس والجمعة لا بأس، لكن السبت والأحد هون الصعوبة. عم بحكي عن نوعية الوقت، نوعية الوقت صارت صعبة السبت والأحد، من الأيام الصعبة المزعجة الثقيلة يلي بتسبب وجع راس ويلي بتحمل لمواليد برج الحوت. ما رح أقول زعل، يمكن خلاف، يمكن تتأزم الأمور، يمكن بتعصبوا، يمكن أنتوا رايقين مع أحلاكم لكن فجأة حدا بيزعجكم بيغير لكم مزاجكم، في تغيير مزاج. وفلكيا من الأحوال الفلكية من أصعب أيام هذا الأسبوع، فكونوا حذرين، ما تنزعوا الأسبوع، ما تنهوا تشرين الثاني على مشكل أو خلاف، لأنه الخلاف والمشكل معقولة يتأزم، خاصة عند مواليد 10 و11 أدار مارس، لأنها بعدها تحت تأثيرات كوكب نبتون، فبدها تكون كتير حذرة. برجع بذكركم 2 3 والأربعة حتى 6 المساء توقيت بيروت الشتوي هي أفضل فترة هذا الأسبوع. رجعوا اسمعوا الأبراج الشهرية. شكرا لكم، الأبراج اليومية تعطيكم مزيد من التفاصيل. باي باي.